السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. شهرزاد السينما المصرية التي عرفها الجمهور من خلال صوتها الناعم في مسلسل ألف ليلة وليلة الفنانة زوزو نبيل، التي برعت في تمثيل أدوار متعددة. كانت الحياة الفنية للراحلة زوزو نبيل متنوعة بين تجسيد شخصيات مختلفة السلوك، لكن كانت حياتها الشخصية أشبه بالفيلم الدرامي بأحداثه الغريبة والعجيبة. هنعرف تفاصيل حياتها الشخصية وبدايتها الفنية معانا في الفيديو. ولدت عزيزة إمام حسين الشهيرة بزوزو نبيل في محافظة المنوفية، وده كان عام 1920 يوم 7 يوليو. وكانت تحب التمثيل بشدة، ولكن والدتها وقفت أمام حلمها وكانت ترفض دخولها مجال الفن والتمثيل، على الرغم من محاولات زوزو الكثيرة في إقناعها بالبكاء والتوسلات المستمرة. ولم تيأس زوزو نبيل من محاولاتها المستمرة لإقناع والدتها بالدخول في مجال التمثيل، إلى أن استجابت والدتها، لكن بشرط أن تكون مثال للشرف، لتبدأ بعد ذلك زوزو حياتها الفنية من فرقة مختار عثمان، واستمرت معها إلى أن انتقلت إلى فرقة يوسف وهبي. أما عن مسيرتها الفنية، فتعتبر زوزو نبيل أحد الفنانات زمن الفن الجميل، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية وما جعلها علامة من علامات السينما المصرية، حيث قدمت زوزو تاريخ حافل بالأعمال الفنية المتنوعة دون أن تكسر وعدها مع والدتها. ومن أبرز أفلامها الخرساء ومصنع الزوجات وسلامة والعديد من الأفلام السينمائية. وزيجات زوزو نبيل، كانت الحياة الشخصية للفنانة الراحلة زوزو نبيل أشبه بقصة فيلم درامي، حيث تزوجت وهي ابنة 15 عام من عمرها، وكان زوجها شديد القسوة عليها، لذا لم تتمكن من استكمال الحياة الزوجية بينهم بعد أن أنجبها نبيل. ثم تزوجت زوزو نبيل للمرة الثانية من رجل متزوج، وسكنت في نفس الشارع الذي تعيش فيه زوجته الأولى لمدة 7 سنوات، ولم يعلم بزواجه أحد. وبعد ذلك علمت الزوجة الأولى بأمر زواج زوجها من الفنانة زوزو نبيل وإنها بتعيش معاها في نفس الشارع، وطلبت الزوجة الطلاق، لكن سرعان ما غيرت رأيها بعد أن ذهبت زوزو نبيل لزيارتها، حيث قالت لها: أنت لو قلتي له هيطلقك هيطلقك وهيفضل معايا، فإيه رأيك لو ناخد شقة كبيرة واسعة ونعيش فيها مع بعض ونبقى إخوات وتمشي الحياة؟ وقررت الزوجتان أن يعيشا سويا كالإخوات حياة سعيدة، إلى أن كبر نبيل ابن الفنانة زوزو نبيل وقرر الزواج، وقامت بتزويجه ابنة زوجها من زوجته الأولى ليعيشوا جميعا في نفس المنزل كأسرة سعيدة، إلى أن استشهد ابنها نبيل في حرب أكتوبر. وبعد وفاة ابنها ظلت زوزو نبيل تعيش في منزل مع ضرتها وزوجة ابنها في منزل واحد، إلى أن وافتها المنية، ما أصاب زوجة زوجها باكتئاب شديد وماتت بعدها ب40 يوم فقط. ورحلت عن عالمنا الفنانة زوزو نبيل، رحم الله الفنانة القديرة.